على الرغم من المضايقات التي واجهتها، أصرت سيدة عراقية تدعى أم زينب على ممارسة عمل تحصل منه على قوتها، حيث قررت العمل في صالون حلاقة للرجال في مدينة بابل جنوبي العاصمة العراقية بغداد، مع أن مجال العمل الذي اختارته قد أثار سخرية مجتمعها. السيدة العراقية أم زينب التي تعمل في صالون رجالي للحلاقة وتنظيف الشعر والبشرة أوضحت إنها عانت في بداية الأمر من الإهانات والمضايقات وهي في طريقها كل يوم إلى الصالون. عملي هنا كوافيرة رجالية، جيت هنا دخل الدورة، علمني صادق على الحلاقة وقصات الشعر وتنظيف البشرة. فأجيت هنا بالبداية الزبائن يعني شافوها أنه شيء غريب أنه مرة تشتغل بحلاقة رجالية، فبالبداية بالنسبة لي شوية صعبة، يعني حسيت بخوف أو شيء. أم زينب وهي أم لفتاتين قالت إنها جزء من المجتمع وأنها تعمل في هذه المهنة في سبيل توفير لقمة العيش لعائلتها. أنا جزء من المجتمع وحالي حال أي بنية، فطلعت أشتغل في سبيل أن أوفر لعائلتي، فمرات أقعد أنا وصديقاتي أحث أن أقول لهم أنه أنت لا تتقيد أن تظل مثلا قاعدة بس بالبيت أو مكان كان بس بالبيت، طلعوا اشتغلوا، المرأة حالها حال الرجل، وإحنا حاليا يعني فرص العمل جدا قليلة، فأنا حبيت أنه أنا أساعد عائلتي. العراقية أم زينب وهي أول سيدة تعمل بهذه المهنة، وهو إنجاز غير مسبوق في مجتمع ذكوري بشدة، وقد حققت أيضا نجاحا كبيرا في اكتساب زبائن دائمين في صالونها.